اوف، لازم نخفف كتير من المصاريف. مثل شو يعني؟ السيارات. بدنا نعتمد على التكاسي؟ مع الأسف. يعني لازم استغني عن السيارة وكمان البيت؟ لازم استغني عنه؟ لا لا، وقت استأجرناه دفعنا سنة كاملة لقدام. ايه منيح. جمعنا شوية مصاري من شركة الشيبس، ومن هالمصاري بنقدر ندفع الائتمانات. هاد سواش عم يتصل. أماني ياسمين حبيبتي، اوعك تخبري. كيف بدك يعني ما خبره سيركي؟ شلون ما بدي اقله الوكالة أفلست وما رح نقدر نعمل له إعلاناته؟ بلكي بتنحل وقتها. ردي هلا، ردي. ألو حبيبي. حبيبتي ما عاد في داعي تقلقي علي، الشرطة مسكت اللي كان عم بيقوس. مين طلع؟ مثل ما قلت لك، الموظف اللي طردته قال بده ينتقم مني. طيب بس حتى لو مسكوه لازم تضل منتبه على حالك. دير بالك على حالك حبيبي. ايه ماشي حبيبتي. ياسمين. نعم. وين الايميل؟ شو نسيتي الموعد؟ ما صح اللي ابعته حبيبي، مشغولة. ايه هلا فهمت، يعني في عندك شي تاني اهم مني. بلا، مثلا اعلانات شركة بلدار للغذائيات. ماشي حبيبتي. ايه امتى ممكن تكون جاهزة الاعلانات؟ امتى ممكن تجهز صفقي؟ الاسبوع الجاي بتكون الاعلانات جاهزة. سمعتها ما هيك؟ سمعتها حبيبتي، كل ما بسمع صوتك بنسى كل مشاكلي. وانا كمان. يلا روحي حبيبتي بلا ما عطلك. مع السلامة. سواش امريني. انا بحبك كتير، بتعرف هالشي ما هيك؟ بعرف، وانا كمان. لكن قبضوا على المجرم؟ منيح، يلا انبسطي. انا شو اللي عملته هلا؟ كذبت على سواش وهي مو اول مرة. شوفي شو عم تفكري؟ ان شاء الله لقيتي شي حل. نحن كنا اخدين من سواش مليون دولار تحت الحساب، يعني نحن موقفنا معه صعب كتير. ايه مزبوط، بس نحن ما عنا بحسابنا مصاري وعلينا ديون للناس. انا رح بيع بيتي. تبيعي بيتك؟ سيبقي هو الشي الوحيد اللي بتملكيه. شو بعمل؟ عندك حل تاني؟ الثمن. أنا حبيت ولا عم بدفع الثمن ياسمين؟ يا